حول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الخبير الاقتصادي أسامة معين. بداية نرحب بك أستاذ أسامة. أهلا. طبعا قبل أن نتحدث عن أهمية مثل هذا المنتدى نتكلم بأن هناك تحديات، هذه التحديات يعني على رأسها الجيو اقتصاد. ما هي أبرز هذه التحديات اليوم؟ طبعا الاقتصاديات العالمية تمر بفترات متباعدة من طبعا التحديات أو النمو أو التراجع الاقتصادي، وكانت الاقتصاديات العالمية في السابق كتلة واحدة تكون كاقتصاد واحد عالمي أو لا تؤثر بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، إلا أن الوضع الحالي أو ما نراه الآن هو الآثار الاقتصادية التي تسببها الكثير من العوامل على مجمل دول العالم، بالإضافة إلى المواقع التي تكون فيها هذه الدول. يعني أن في دول تتمتع بقوة اقتصادية عالية بإمكانها التأثير على الاقتصاديات العالمية، ولكن التأثيرات هذه مختلفة من بقعة إلى أخرى حسب التجاذب الاقتصادي بين الدول والأخرى. إذن من تعرفنا على التحديات، إذن هنا تكمن أهمية هذا المؤتمر اليوم. ما أهمية هذا المؤتمر؟ طبعا أهمية المؤتمر هو وضع اليد أو على هذه التحديات وإيجاد حلول ناجحة لهذه التحديات، ومن جهة أخرى ليس فقط التحديات، ولكن من نحن في هذه المنظومة العالمية الاقتصادية، أين هو موقعنا، موقع كل الموجودين في هذا المؤتمر، موقعنا في العالم بالنسبة للتحديات الاقتصادية، وحجمنا بالإضافة إلى حجمنا الاقتصادي المؤثر في العالم، وكيف نتأثر وكيف نستفيد من التحديات الاقتصادية لصالح اقتصادياتنا. هل استطاع هذا المنتدى اليوم أن يتكلم بلغة العالم الاقتصادية في نسخته الثانية من حيث المواضيع المطروحة؟ أعتقد أن المؤتمر الأول تكلم بشكل كبير وموسع، ولكن اليوم رأينا المؤتمر الثاني تكلم بشكل أكبر بكثير مما كان عليه. يعني نجاح المؤتمر الأول أدى إلى أن ينتظر المتحدثون والمراقبون وغيرهم المؤتمر الثاني في مملكة البحرين كي يكون يتكلم بشكل أوسع. أما والتحديات الاقتصادية حتى أو السياسية والجيوسياسية والجيواقتصادية التي خلقت في خلال حتى العامين الماضيين كانت أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق. إحنا نتطور بشكل أكبر في التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية، وهنا يكمن أهمية المؤتمر وأهمية انعقاده أيضا في مملكة البحرين. إذن من خلال ما شاهدناه في التقرير من مقابلات للخبراء الاقتصاديين والمشاركين، وجدنا بأن هذه النتائج أو التوصيات التي خرج بها المنتدى سوف تقلل من الهواجس الاقتصادية لدى العالم. طبعا هي لن تقلل من الهواجس، ولكن هي أسلوب أو أداة لفتح الملفات وشرح هذه الهواجس حتى نتمكن من أن نقابلها ونواجه هذه التحديات. نعم. وأن لا تكون هواجس مرة أخرى. الهواجس هي أن نكون ننتظر، ولكن الآن نحن نواجه. فالمواجهة هي أهم ما نتج عن هذا المؤتمر. نعم. الخبير الاقتصادي أسامة معين، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في مركز الأخبار. شكرا.